أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى نشهد عن المنافقين نشهد إنك لرسول الله، تقدم معنا أن اللام هي لام الحلف، فهل هذه اللام هي اللام المزحلقة؟ نعرف المزحلقة، لكن هذه اللام المؤكدة للقسم، ولهذا قال اتخذوا أيمانهم جنة. قولهم نشهد إنك لرسول الله هذا يمين، اتخذوه جنة، اتخذوا أيمانهم جنة. نعم.